بناء البقيع مسؤولية لصناعة السلام. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعيش في هذه الأيام ذكرى وقوع كارثة هدم قبور أئمة البقيع، ومن الغرابة بمكان أن يستمر الصمت على هذه الجريمة، وأن يتلكأ المسلمون وقادتهم باتخاذ القرار السليم الذي يسعى لمعالجة هذا الخطأ الاستراتيجي. فحتى هذه اللحظة لم نشهد مبادرة جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتنصف أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين تم تهديم قبورهم في البقيع الغرقد. فطالما بقيت المراقد المقدسة مزالة من الأرض ولم يعاد بناؤها واعتبارها، فإن مرارة هذا الفعل الكارثي تبقى قائمة. طالما بقيت معالمها المحمدية مغيبة، ولا يمكن أن يزال الحيف عن السلالة المحمدية ولا عن المسلمين، طالما لم يتخذ المسلمون قرارا بإعادة قبور البقيع بالتعاون مع العالم الإسلامي والمجتمع الدولي كله، وخصوصا المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بالتراث العالمي الإنساني، كما أن هدم البقيع هو انتهاك للمودة في القربى، حيث يقول سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله: هدم قبور أربعة أئمة من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين هو في الواقع تجاسر على الله تعالى الذي أمر بمودة أهل البيت صلوات الله عليهم وطاعتهم وإكرامهم، وتجاسر على القرآن الحكيم الذي صدع بقول الله سبحانه في الآية 23 من سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وتجاسر على الإسلام العظيم الذي عظم أمر أهل البيت عليهم السلام وجعلهم امتدادا للرسول الأمين، وتجاسر على الرسول الكريم الذي جعل أهل بيته المعصومين عدل القرآن الحكيم، كما في حديث الثقلين المتواتر عند المسلمين جميعا خاصة وعامة بقوله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، ولا تقدوهما فتهلكوا، ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. وتجاسر على المقدسات والقيم والعلم والفضيلة والأخلاق والإنسانية، وعلى كل الأحرار والأبرار، بل على كل الناس والبشر أجمعين. وتعتبر مسؤولية التصدي لهذه الظلامة مسؤولية الجميع بلا استثناء، ولا يستثنى أحد من مسؤولية إعادة هذه القبور، فهذه مسؤولية شرعية، فكل فرد عليه أن يقدم ما يستطيع في مجال إعادة بناء قبور البقيع، ومن خلال تجمع الجهد المجموعي يكون هذا الهدف ممكنا ومتاحا، خصوصا أن بقاء الأوضاع الخاطئة على ما هي عليه الآن يمثل شرخا في تاريخ المسلمين وعيبا على واقعهم الذي لا يزال مثقلا بهذا العيب الذي يصل إلى مرتبة العار، ومن حيث درجة التجاوز على حرمة الرسول الكريم وعلى أبنائه من الأئمة المعصومين. لذلك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود ويشترك كل المسلمين في معالجة هذه الكارثة التي تقف وراءها حواضن التطرف والتكفير والتعصب الأعمى. ويقول سماحة المرجع الشيرازي حول هذا الشأن تحديدا: إن مسألة معالجة هذه الفاجعة المؤلمة ورفع هذا التجاسر البذيء المتطاول على الله والرسول والإسلام والقرآن والقيم والأخلاق لا بد وأن يكون من جميع المسلمين، بل من جميع الناس الأحرار على نحو العام المجموعي، يعني أن العلاج يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتضامن نشاطات الكل في إبداء الآراء المطالبة بالتعمير وإنجاز المساعي الحميدة لإعادة البناء، كل واحد حسب قدرته وطاقته وإدراكه وإمكاناته، ولا يعتذر بأنه واحد، والواحد لا أثر له في قبال الآلاف
إذ الوحدات تجتمع فتشكل جيشاً عارماً، كما أن القطرات تجتمع فتصبح سيلاً كاسحاً وجارفاً، وإلا كان الجميع مقصراً ومسؤولاً.